خلونا نذهب لفقرتنا الأولى دائما، فقرة حائط صد. النهاردة عندي موضوعين مهمين جدا. الموضوع الأول، وأنا دايما بأحذر خلال السنتين ثلاثة اللي أنا موجود فيها مع حضراتكم اللي فاتوا، دايما قبل أي بطولة جديدة أو قبل أي أو قبل الدخول في بطولة جديدة بيبقى عندي كلام وإشاعات كثيرة، أنا معرفش ليه. فأي مرحلة جديدة وكل ما بيكون هناك استقرار وأنت ماشي كويس، تبدأ بعض المواقع والصحف والبرامج إنها تكلمك على حاجات تشتت من التركيز. فمثلا أحد المواقع النهاردة مش امبارح ولا أول ولا أول، لا، بعد الانتهاء من مباراة المنتخب وبعد الانتهاء من كل شيء، من المفترض، وطبعا هنا أنا ما بقولش إن المفروض يحصل يعني، أو ما بقولش لكل حد بيكتب يقول إيه، ولكن مباراة المنتخب خلصت امبارح، فممكن نتكلم عنها، نقول إن منتخبنا عمل مباراة جيدة. تاني حاجة تتكلم عنها إن النادي الأهلي هيلعب يوم الجمعة ضد سيمبا التنزاني، فمساندة الأهلي، أنا بشوف كده. لكن إن أنت تتكلم عن التجديد لعلي معلول وبيرسي تاو قبل يومين فقط، قبل يومين فقط من بداية الدوري الإفريقي لكرة القدم، عفوا، بالنسبة لي حاجة غريبة جدا. والغريب ان هم ناقلين تصريحات بيقولوا انها على لسان مصدر داخل النادي الاهلي. اللي انا اعرفه، واعتقد ان انا قريب من النادي الاهلي، اللي انا اعرفه ان استحاله حد يطلع يقول انا علي معلول هجدد له السنه دي او السنه الجايه. محدش عارف، مش محدش عارف ان انا بجدد لعلي معلول، ولكن انا النادي الاهلي كله يعلم هذا الامر من اول رئيسه لاصغر واحد فيه. بيقولوا ايه؟ كلنا عارفين ان احنا عندنا ماتش كمان يومين، فكان ممكن او مش ممكن، هو اكيد ان كل الناس داخل النادي الاهلي لا تفكر الا في شيء واحد، كيفيه الفوز على فريق سيمبا التنزاني، ومخليه الفرقه تركز في هذا الامر فقط لا غير. لكن ايه، حد يفهمنا يا جماعه، طب ايه الموضوع؟ طب ايه جدوى الكلام اللي مكتوب؟ طب ايه التوكيد؟ ايه التوقيت ده؟ الطبيعي ان الناس مركزه في ماتش سيمبا في افتتاح الدوري الافريقي، طب اصبر لغايه لما يرجعوا من تنزانيا. سهل جدا اي صحفي او اي برنامج يقدر يرجع لتصريحات علي معلول ويرجع لتصريحات بيرسي تاو، وازاي الاثنين مبسوطين بوجودهم داخل النادي الاهلي. لا حد قال ان في مشاكل في تجديد، ولا حد قال طلبات زي ما بيتم تداول بعض الكلام في بعض المواقف وصفحات السوشيال ميديا. مهم جدا ان الناس تبقى عارفه ان اللي بيحصل ده، انا والله لو حضرتك مكاني، هل ما بيبقاش عندك كاهلاوي علامه استفهام كده؟ اشمعنى دلوقتي قبل المباراه بيوم ولا بيومين؟ يعني الفرقه هتسافر بكره العصر، قبل المباراه بيومين اجي اقول ايه؟ وعلي معلول له بعض الطلبات، وبيرسي تاو، وعلى فكره ممكن يكون لهم طلبات طبيعي، ولكن اشمعنى دلوقتي التوقيت؟ وأنا بأجزم لحضراتكم أو بأكد لحضراتكم إن ده لم يحدث، لم يتكلم أحد ولا علي ولا بيرسي مع حد من النادي الأهلي. كل حاجة في النادي الأهلي بتتم في وقتها وبيتم الإعلان عنها. بالمناسبة لو أنا عايز أجدد لعلي أو لبيرسي تاو هعمل إيه؟ هجدد له وأعلن. اللعيبة دي، هل اللعيبة دي حد عنده شك في إن هي تجدد؟ لانه احنا عندنا كل حاجه في النادي الاهلي نادي المؤسسات او نادي مؤسسي. يعني ايه نادي مؤسسي؟ يعني ما فيش واحد بيقوم بكل الادوار، لا، كل واحد له دوره. كابتن خطيب بيكلم فلان يلا هنجدد، يلا ده ياخد قرار مجلس اداره، بنروح للناس نجدد ونخلص ويرجع للمجلس الاداره. هو ده عمل مؤسسي. فعشان كده انا بقول لحضراتكم، بالنسبه لي ما جدوى هذا الكلام وليه دلوقتي؟ محدش عارف. النقطه الثانيه، بيرسي تاو، فيما يخص بيرسي تاو، كلام كتير عن بيرسي تاو اليومين دول، وفي ناس بتتكلم والله من دماغها، بتتكلم ان هناك تفاصيل بتخص غياب بيرسي تاو واعتذاره عن معسكر منتخب جنوب افريقيا اللي فات. والحقيقه عندما تتكلم في هذا الامر، في شخصين حسموا هذا الامر، وما ينفعش حد يقول تكهنات من دماغه.
الشخصين دول اللي هم مين؟ اللي مسؤولين عن المنتخب الجنوب افريقي. البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا، واللي قال مش اسلام ولا جمهور الاهلي، ولكن هوجو بروس نفسه قال انه نسق مع بيرسي تاو عشان عنده ظروف عائلي او ظرف عائلي يخص نجله. الثاني اللي ناخد منه هذا الكلام ايضا هو داني جوردون رئيس الاتحاد الجنوب افريقي لكرة القدم. يعني زي الاستاذ جمال علام عندنا كده، طلع عليه اشاد بالتزام بيرسي تاو مع منتخب جنوب افريقيا، وان لديه ظرف عائلي يخص ابنه، والاتحاد الجنوب افريقي والمدرب تفهموا الامر. تلاقي بقى النهارده ناس بتقول ايه؟ اصله بياخد اجازه عشان مش عايز يلعب ماتش سيمبا، او بياخد اجازه عشان كان بيتفاوض مع احد الانديه، او مع احد الانديه هناك او بره او كذا او كذا. يا جماعه باختصار شديد، بيرسي تاو كان متواجد في تدريب امبارح بشكل طبيعي، ولو في اي شيء من هذا الامر كان بان، لو في اي امور اخرى كان بيتم دائما التنسيق. عايز ياخد اجازه، عايز يعمل حاجه، بيروح لكابتن خالد بيبو والمدير المدير الكوره ومارسيل كولر المدير الفني ويتكلم معاهم انا عايز اخد اجازه. لكن محاوله تصدير الازمات قبل مباراه سيمبا التنزاني بيومين، وهي اساسا مثل هذه الازمات والله العظيم ثلاثة ما هي موجوده ولا حد بيقولها ولا حد بيتكلم فيها في النادي الاهلي، انا متاكد. فيعني لما يطلع موقع يقول لك ده مصدر من النادي الاهلي، فانا كده عشان كده انا مستغرب ووقفت عند هذا الامر. هل هي محاوله للتشتيت؟ ما اعرفش. هل هي محاوله لايه؟ والله ما انا فاهم. يعني انا نفسي عارف ان الناس اللي بتكتب هذا الكلام او اللي بتقرا او اللي بيشوفوا هذا الكلام متاكدين تماما، ولكن هي مجرد خبر عن النادي الاهلي ما اعرفش موجود ليه. يا جماعة ما تنسوش أن النادي الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في هذه البطولة، مفيش حد تاني بيمثل مصر. في الدوري أبطال إفريقيا عندك الأهلي وبيراميدز، في الكونفدرالية عندك الزمالك ومودرن فيوتشر، وبالتالي نقدر هنا، لكن هنا مفيش حد بيمثل مصر غير النادي الأهلي. أتمنى أن يقف اليومين دول بس يا جماعة، اليومين دول أقفوا مع النادي الأهلي أو يعني قولوا الأخبار الجيدة عن النادي الأهلي خلال هذه الفترة، ما نضربش أخبار من فضل حضراتكم.